صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن السلف قد حذروا من القصاص الذين يقصون على الناس، فهل من يقوم بإلقاء محاضرات كلها عن القصص مشابهة لما حذر منه السلف، حيث إن بعضهم يقول أن القرآن حث على القصص، وكيف نجمع بين تحذير السلف من القصاص وبين الآية؟ هذا قلنا القصص، المراد القصص الصحيح الثابت، هذا يذكر في المواعظ والخطب. وأما القصص التي لم تثبت فهذه لا يؤتى بها في الخطب ولا في المواعظ. هذا هو الجمع بين كون السلف حذروا من القصاص لأنهم غالبا ما يعتمدون على القصص غير الثابت من أجل أن يؤثروا على الناس، يجيبون أشياء وحكايات غير ثابتة وقصدهم بذلك التأثير على الناس، وقد يأتون بأحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها قصص مكذوبة تنسب إلى الرسول، فهم نهوا من أجل ذلك تحاسيا للكذب وترويج الكذب. أما القصص الثابتة، قصص الأنبياء في القرآن، قصص ما ذكره الله جل وعلا أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فهذا يؤتى به للتذكير، تذكير الناس، ولكن يؤتى به بقدر، ما تجعل الخطبة كلها قصص، وإنما يذكر من ضمنها قصة صحيحة ثابتة ويعلق عليها في الخطبة، شيء طيب هذا. نعم.